ماجد مهندس للسيزن الثاني، انت معنا بأرب ايدل، شو فرقت عن الموسم الاول؟ فرق كثير. انا بالنسبه لي النجاح زاد، النجاح صار اكبر اكيد، المسؤوليه زادت على هذا البرنامج الاكثر من رائع، الاصوات اللي بي كل ما جالها تكون قويه اكثر وممتعه اكثر، المواهب اللي فيه يعني اشوف برزت بشكل اكبر، بالتوفيق لهم جميعا ان شاء الله. الاغنيه العراقيه عم تشتهر كثير، يعني كل الفنانين تقريبا عم يغنوها، وين بتشوف العراق او الاغنيه العراقيه بالفن؟ انا فرحان جدا لنجاح الاغنيه العراقيه، بس انا عندي يعني مغالطه بسيطه، هي الاغنيه العراقيه ناجحه من زمان، و يعني كل هذه السنين هي الاغنيه المتواجده بقوه، بس كل فتره يعني ننتقل من ايقاع الى ايقاع، يمكن هاي الفتره في ايقاع معين مشتهر بالاغنيه العراقيه، بس الاغنيه العراقيه محبوبه ومطلوبه من زمان. بس هسألك سؤال، عم بيسألوه الناس على التواصل الاجتماعي هلا، ليش ما غنيت سحرني حلاها وانا وياك؟ غنيناها ببرامج ثانيه. اوكي شكرا. بس نصيحه اخيره، انا قلتها قبل شويه، يعني في كثير ناس تطلع من البرامج بصراحه يا اما تعتبر نفسها وصلوا للقمه، وهذا غلط طبعا، لان احيانا القمه تكون هشه، يعني اذا ما استند الى مقومات حقيقيه وصحيحه. متسابق اللي ينجح الله يوفقه ان شاء الله، لازم يشتغل بجهد، يشتغل باخلاص، بحب، بتفاني، يحترم المتلقي الى ابعد الحدود حتى يقدر يواصل. شكرا جزيلا.